بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل معكم أعزائي طلاب الأول ثانوي العلمي إن شاء الله مع الاقتران الأسي، مثال رقم 4 في الكتاب، صفحة عندكم 220. طيب، مثال رقم 4 صفحة 220 بيحكي اكتب قاعدة الاقتران الأسي على صورة قاف السين يساوي ألف ضرب باء قوة سين زائد واحد، الذي مقطعه الصادي، أعطاني معلومات مقطعه الصادي 6 ويمر بالنقطة 1 و24. بدنا الاقتران الأسي اللي على الشكل هذا، بمر بالنقطة 1 و24 ومقطع الصادي 6. شوفوا احنا الاقتران الأسي اللي عندنا هذا هو، تمام، بدنا نكتبه بس بدون الألف والباء، يعني الألف والباء هذول عبارة عن ثوابت فبدنا نجيبهم. كيف بدنا نجيب الثوابت هذول؟ بدنا نستفيد من المعطيات اللي عندنا. شو يعني مقطعه الصادي 6؟ مقطع الصادات دائما تعرفوا السينات بتكون عليه بصفر، والصادات الرقم اللي بتمر فيه، فهاي معناته انه هذا بمر في النقطة ايش؟ 0 و 6. دائما في الاول بنستخدم النقطة اللي فيها 0 و 6. هسه بحكي لكم ليش. شو معناها 0 و 6؟ 0 و 6 معناته انه قاف الصفر تساوي 6. قاف الصفر تساوي كم؟ 6. طيب شو يعني قاف الصفر يا استاذ تساوي 6؟ يعني لما اجي اعوض هون في المعادلة عندي ألف ضرب باء مكان السين بصفر، الجواب بيطلع 6. طيب 0 زائد 1 يساوي 1، فصار ألف ضرب باء قوة 1 يساوي 6. خلينا نخلي ألف أو باء موضوع القانون، نخلي مثلا ألف بصير 6 على باء، فالألف قيمتها 6 على باء. طيب تعالوا ناخذ النقطة الثانية اللي هي مين؟ 1 و4. 1 و24 معناها قاف الواحد تساوي 24. شو يعني قاف الواحد بأربعة وعشرين؟ يعني إذا حطيت مكان السين بواحد الجواب 24. ألف ضرب باء، حطوا مكان السين 1 1 زائد 1 2 يساوي 24. هي عوضت بالنقطة مين؟ الثانية. طيب تمام، هي عوضنا بالأولى وعوضنا بالثانية. الأولى أنا معي منها معادلة إنه ألف تساوي 6 على باء، ممكن أعوضها وين؟ مكان الألف اللي تحت اللي في الثانية، فبصير بدي أحط مكان الألف هاي 6 على باء، بصير 6 على باء ضرب الباء تربيع شو تساوي؟ 24. نختصر الباء مع التربيع بضل 6 باء يساوي 24 على 6 على 6، معناته الباب 4. معناته الباب كم؟ ب4. طب جبت الباء اوكي، شو ضل لك؟ ضل الالف، عوض في هاي او في هاي بتجيب ايش؟ بتجيب الالف. خلينا نعوض في هاي الاسهل، الالف تساوي 6 على 4 اللي هي 3 على 2 بعد التبسيط، فبصير الف ب3 على ايش؟ الف ب3 على 2. فشو صار قاف السين؟ صار قاف السين يساوي ألف اللي هي 3 على 2 ضرب باء اللي هي كم؟ 4 قوة سين زائد 1. القوة سين زائد 1 هاي للأربعة مش لهاي، بس للأربعة، فهي هذا إيش؟ هذا هو قاف السين. هذا بالنسبة لمثال رقم 3 صفحة 220. طيب تعالوا نشوف، طبعا عندنا شوي مشكلة في الورق، قاعدين نكتب على الورقة نفسها مرتين لأنه الواحد مش عارف يجيب ورق والله، الله يفرجها على الجميع. مثال خمسة صفحة 221. طبعا في تدريب 5 عندكم نفس اللي أنا حليته تقريبا،
معطيكم المقطع الصادي ومعطيكم معادلتين، المعادلتين بتسوون بعض تحلوهم، بتجيبوا سين وصاد. بس هاي الفكرة اللي فيه، فيش في شيء. مثال خمسة بحكي قاف السين، قاف السين يساوي 25 ناقص 5 قوة سين. جد المجال، المجال والمدى والمقطع السيني، المقطع السيني والمقطع الصادي دون استخدام الرسم. المقطع الصادي بدون ما ترسم، يعني ما بدي اياك ترسم وتحكي لي ايش، وتحكي لي هاي انا جبت لك هذا ورسمت وكذا وكذا، لا. طيب شوفوا كيف بسرعه بدنا نسويها. المجال، المجال لاي اقتران اسي، ما هو الاقتران الاسي حكت الكره رسمته يا هيك يا هيك صح، فمجاله دائما ح. فالمجال لاي اقتران اسي دائما من سالب ما لا نهايه الى موجب ما لا نهايه اللي هي ح. طيب ممتاز، خلصنا من ايش؟ خلصنا من المجال. طيب شو في عندنا كمان؟ عندنا المدى، المدى. هسا المدى ممكن يتغير ولا مش ممكن يتغير؟ ممكن يتغير. كيف ممكن يتغير؟ يعني هاي اقتران اسي مثلا، انا هاي حكيت لك اقتران اسي هذا 2 قوة س هيك رسمته مثلا، بمر في الواحد. لو جيت حكيت بدي 2 قوة س زائد 9، الزائد 9 هاي بتعمل للاقتران اللي عندي اب، يعني للاعلى بصير. فبصير من وين رسمته تبدا؟ بصير من 10 بمر، بصير يمر هون بايش؟ ب10. ببطل يمر وين؟ ببطل يمر في الواحد. طيب ممتاز، هاي نقطه لازم تنتبهوا لها. فالمدى بصير من النقطه اللي بعديها، من اللي تحتيها، هاي شايفين هاي، بصير من 9 المدى وانت طالع، بصير من 9 وايش واحنا طالعين. هسه في كمان شغله بدي اياكم تعرفوها بالاقتران الاسي. لو كان مثلا عندي هذا رسمه 2 قوه س، لو جيت انا وضربته بسالب، لو جيت ايش وضربت الاقتران اللي عندي بسالب، شو بصير في الاقتران هذا؟ يعني لو بديش ترسم لي 2 قوه س، بدي ترسم لي سالب 2 قوه س. السالب هاي لما اضربها هون بتعمل انعكاس حول السينات، يعني بصير هذا هيك، هاي السالب 2 قوه س، وبصير يمر في مين؟ في السالب واحد. فبصير المدى تبعه، شوفوا المجال نفسه، بصير المدى تبعه من صفر الى سالب ما لا نهايه، من صفر لشو؟ لسالب ما لا نهايه. فانتبهوا للنقطه هاي اللي هو لما ينضرب في ايش؟ في سالب. شوفوا هذا مضروب في سالب صح؟ هي هون سالب 5 قوة س، فهذا لتحت هيك بده يكون. طيب وال 25 هاي يا استاذ؟ قال 25 حتعمل له ارتفاع للاعلى. هاي بتتذكروا اعطيتكم اياها، لليمين لليسار للاعلى للاسفل، كيف نتحكم بالاقتران. فاي رقم هون اذا كان موجب بيرفعه للاعلى، اذا كان سالب بينزله للاسفل. يعني لو 2 قوة س وجيت حكيت لكم جنبها سالب 10، بتنزلوا هاي لوين؟ 10 خطوات لتحت. عرفتوا كيف؟ طيب هاي زائد 9، كان عند الواحد زد 9 صار عند العشرة، زي هيك. طيب هذا بدون ما ارسم انا طبعا، هذا ما بدي ارسمه، بس بفهمكم انا ايش الاشياء، ايش التعديلات اللي صارت عليه. يعني انا بس في المدى طبعا هون، بس بدي افهمكم كيف التعديلات اللي صارت على هاي. فسالب 5 قوة س هي بدي ارسمها لحالها هيك، تمام؟ رسمتها حتكون هيك، هاي سالب 5 قوة س، وبتمر وين؟ في السالب واحد. طيب شو مداها يا استاذ؟ حكى مداها من صفر اللي قبله هيا الى وين؟ الى سالب ما لا نهاية. طب هذا ال 25 شو سوى؟ هذا ال 25 رفعها لعند 24، هون راح تمر. شوفوا هاي هتمر هيك، هاي سالب 5 أس س، وهون ايش في جنبها؟ 25. هذا الرقم اللي بتمر فيه هون 24. طيب ايش اللي فوقه؟ خط التقارب. انا باخذ اللي فوقه، شوفوا هون حكيت من صفر الى سالب ما لا نهايه، هون راح احكي من وين؟ من 25 الى سالب ما لا نهايه. فالمدى للاقتران هذا من 25، من سالب ما لا نهايه الى 25، من الصغير للكبير الفتره.
تمام. طيب بدي المقطع السيني واحط مكان صاد صفر، بدي المقطع الصادي واحط مكان سين صفر. مين الصاد؟ هي نفسها قاف السين الصاد. فلو بدنا المقطع السيني حطوا مكان الصاد صفر، يعني خليها تساوي صفر. شو بصير؟ بصير صفر يساوي 25 ناقص 5 قوة سين. بدي أودي هاي للجهة الثانية، بتصير 5 قوة سين تساوي 25. إيش العدد اللي بحطه مكان سين وبيطلع 25؟ 5 تربيع، معناته السين تساوي 2. إيش العدد اللي بحطه مكان السين وبتصير 25؟ 2. فخمسة تربيع تعطيني 25. فشو المقطع السيني؟ سين تساوي 2. طيب بدي المقطع الصادي بحط مكان سين صفر، الصادي حطه مكان السين بإيش؟ مكان السين صفر، بصير صاد يساوي 25 ناقص 5 قوة صفر. 5 قوة صفر 1، 25 ناقص 1 بيطلع 24. المقطع إيش؟ المقطع الصادي. فهون بدون رسم، المجال دائما ها، المدى ممكن انتو تاخذوا من هاي، بس تنتبهوا اذا في انعكاس، يعني انه مرسوم لتحت هيك او مرسوم للاعلى. يعني السالب هاي شو عملت؟ خلته ينعكس هيك رسمته، ما خلته هيك. في تدريب 6 222 حاولوا تحلوه نفس الفكرة اللي عندكم هون، نفس الافكار اللي هون بالضبط. طيب مثال رقم 6، نروح لمثال رقم 6 صفحة 222. طيب شو بيحكي المثال؟ بيحكي مثال رقم 6، ارسم منحنى الاقترانين قاف السين يساوي 2 قوة سين وهاء السين يساوي 2 قوة سالب سين، يعني في المستوى الاحداث نفسه. باختصار شديد، إذا غيرنا السين بسالب سين بصير انعكاس حول الصادات. هاي اكتب لكم هاي المعلومة، إذا استبدلنا سين بسالب سين بصير انعكاس حول الصادات. طيب إذا استبدلنا صاد بسالب صاد بصير انعكاس حول السينات. شو يعني؟ زي السينات اللي سويناها قبل شوي، انه ضربناها في سالب، يعني كأنه غيرنا الصاد لسالب صاد، الاقتران ضربناه بسالب. هسه هون غير السين بايش؟ بسالب سين. فاذا غير السين بسالب سين بينعكس حول السينات. شو يعني؟ حكيت لكم انه 2 قوة سين هيك رسمته، صح؟ هاي 2 قوة سين، 3 قوة سين، 4 قوة سين، 5 قوة سين، كلهم رسمتهم هيك وبمروا وين؟ في الواحد. وكان إذا كانت الباء أقل من واحد، يعني نص، ثلث، ربع، بدها تكون بالعكس. طيب السالب هاي بدها تعكس، وبدل ما هو نازل هيك بده ينعكس، يصير حوالين الصادات. هاي محور الصادات، صح؟ شايفين الصادات هي، وهذا محور السينات، تمام؟ طيب شو بصير؟ بنعكس حول الصادات، يعني هاي بدها تروح هون هيك، وبده يصير هيك. فشايفين السالب هاي شو غيرت؟ يعني 2 قوة سالب سين هذا هو، وحيظل يمر في مين؟ حيظل يمر في الواحد. طيب 2 قوة سين هي الأصلي، فالسالب لما أحط مكان سين، سالب سين بتغير حول أو انعكاس حول محور الصادات بس. طبعا المجال حيظل نفس ما هو للأول، والمجال نفس ما هو للثاني، والمدى نفس ما هو للأول، والمدى نفس ما هو للثاني، تمام. طيب هاي مثال رقم 6 انتهينا منه، نروح لمثال رقم 7. مثال رقم 8 بده برمجية اكسل وكمبيوتر وهيك، فمثال رقم 8 مش معكم، مثال رقم 8 مش معكم، يعني الدرس هذا لعند مثال رقم 7، لأنه مثال رقم 8 تطبيق على الكمبيوتر، والوقت الحالي صعب إنه نوديكوا على المختبر وتعرفوا يعني كيف. مثال 7،
صفحة 223. شو بيحكي مثال سبعة؟ طبعا في هون بمثال سبعة اشي مهم، في اشي مهم بمثال سبعة. ايش الاشي المهم؟ الاشي المهم في عدد بسموه الاقتران الاسي الطبيعي، الاقتران الاسي الطبيعي. هذا مهم جدا في التوجيه، مهم ركزوا عليه. يعني يمكن الرسم اللي اخذناه مش مهم كثير في التوجيه، مهم تعرفوه بس مش مهم كثير بقدر هذا. شو الاقتران الاسي؟ حكى الاعداد الاسيه قاف السين يساوي باء قوة سين. الباء اي اشي اكبر من واحد، اصغر من واحد، بين الصفر والواحد، اكبر من واحد، اي اشي بدك يحط الباء. ماشي تمام. حكى الباء هاي في عدد معين بدنا ناخده قيمته 2.71 قوة سين. شايفين هذا العدد؟ هاي ال 2.71 صاروا يرمزوا لها بها، صاروا يرمزوا لها بايش؟ ابها. فها قوة سين قاف السين يساوي ها قوة سين، اسمه الاقتران الأسي الايش؟ الطبيعي. يعني الها بسموه العدد النيبيري. هذا الها ايش بسموه؟ العدد النيبيري. تقريبا زي الباي. كيف الباي في الرياضيات 3.14؟ الها زي الباي. فها قوة سين هو عبارة عن اقتران أسي، بس كأنه حالة خاصة للرقم هذا بس. تمام. هذا الرقم الأسي صاروا يستخدموا فيه أشياء، ويستخدموا فيه معادلات النمو والإضمحلال، معادلات السكان، زي لما حكت لكم الكورونا باقتران أسي زي هذا، ها قوة سين. فها قوة سين له تطبيقات كثير في الواقع. حكى في عنا عدد السكان ممكن نحسبه على الاقتران الأسي الطبيعي بالعلاقة هاي، عين تساوي عين صفر فيها قوة ألف ضرب نون. هاي المعادلة شايفينها بتحسب لنا أو تقريبا بتقدر لنا عدد السكان في سنة، عدد السكان في سنة معينة. يعني أنا بدي أقدر بناء على السنوات الماضية، بدي أقدر عدد سكان الأردن بال2025 مثلا. تمام. انا بال2020 بدي اقدر بال2025 قديش بكون عدد سكان الاردن، ممكن اقدرها باستخدام الاقتران الاسي الطبيعي. طيب شو العين صفر؟ يا العين صفر عدد السكان الحالي، عدد السكان الحالي. شو الها؟ العدد النيبيري 2.71. شو الالف هذا اللي عندك هون؟ قال الالف نسبة الزيادة، نسبة الزيادة أو النقصان. يعني والله زادوا 5%، زادوا 10%، زي هيك. طيب النون، النون اللي هي عبارة عن فرق السنوات، يعني أنا 2020-2025 فرق السنوات، فرق السنوات. فعين تساوي عين صفر فيها قوة ألف ضرب نون. نشوف مثال سبعة. مثال سبعة بيحكي عن الاقتران الأسي الطبيعي ومعطيني عنه مثال سبعة صفحة 223. بيحكي إذا كان عدد سكان مدينة 40,000 نسمة، 40,000 نسمة عدد سكان مدينة. طيب ويتزايد عدد السكان بنسبة 5% سنوياً، النسبة 5% سنوياً. جد عدد السكان متوقع بعد 20 سنة، جد عدد السكان المتوقع بعد 20 سنة. شو بنحكي؟ بنحكي عين تساوي عين صفر مضروبة فيها الاقتران الأسي الطبيعي في ألف ضرب نون. العين صفر اللي هو عدد السكان الحالي كم؟ 40,000 ضرب ها اللي هي 2.7، او بتخلوها ها نفس ما انتم بتحبوا، بس هون بصير صعب عليكم حسابها. الف اللي هي 5% بتحطوها 5%، 5.00 اي 5%، وبضربها في كم؟
في عدد السنوات اللي بدي أنا أعرفه. تقريبا هون الكتاب حاسبها طالعة مع 108 ألف نسمة، يعني عدد السكان بعد 20 سنة للمدينة هاي إذا كانوا 40 ألف، عدد السكان متوقع بعد 20 سنة تقريبا 108 إيش؟ تقريبا 108 ألف. هذا مثال سبعة عندكم في الكتاب. طبعا ثمانية حكينا خلاص لأنه على الإكسل، هذا عبارة عن تطبيق عملي. بيظل علينا إن شاء الله التمارين والمسائل، التمارين والمسائل لهذا الدرس، وبننتقل بعدين إن شاء الله للمعادلات والمتطابقات الأسية. شكرا لكم على المتابعة ويعطيكم ألف عافية.